يلا هنقعدي هون. هلا عرفتوا انه طوله انا ليش عم بعملكم حمام زيت؟ لان صار لنا فتره بنشتغل فيهم ما عملنا لهم شيء تريتمنت، شيء غذا. هلا عم نجي نعمل لهم غذا، لان صار لنا زمان ما عملنا لهم. قبلني قا بالقاف قاف شو قدر يقولها يا نسيم؟ قبلني يعني انتوا عندكم قاف حرف عجيب عندكم قا شنو هي قا؟ قاف يعني عادي قاف اوكي قاف قبلني ما انا لازم اقول قبلني لازم تقول قب هو كاظم الساهر بيقولها قبلني قبلني ايوه قبلني بين ذراعيك انا الكل أنا الكل وأنا أنا الحاضر والآتي بام 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 كن منصفا أنا صح دوري يا سيدي القاضي تخونني لغتي وألفاظي إن الذي أمامك الآن أشبعني ظلما وحرمانا أنا حالة فعلا لا يرثى حتى نسيت أنني لبسك تعجع إجا إجا فيكتور شو رح تعمل له بشعر لرافائيل اليوم؟ ماشي ما بدي اعمل شيء ما بينعمل له شيء انتوا الشباب اليوم اضرب عنكم بيرابا 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 لسه بتذكر بيرابا 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 I love you, Adida. شو الرقم اللي رح يصوتوا عليه يا دينا يا هايدي؟ واحد طبعا واحد ثاني ان شاء الله شو؟ اثنين بتفكر رقمك يا حبيبي بس انا غبية بدك تصوت لرافائيل بصفتك لبناني صوت له على رقم اثنين هو رقم اثنين؟ لا رافائيل انا بشكر كل اللي صوتوا لي على رقم كل اللي صوتوا لي حد وصوتوا لي وقفوا حد وصوتوا لي ووصلوني بكل المراحل اللي قطعت فيها نوميني ان كان بس خلص هالمرة ما عاد تصوتوا لي حد انيس حد دينا بيسو خيلة وحدة قوي الدور بحب وديه عشت عمري كله وانا بستناها ليه بيعمل كيسهم فيا ليه طب غيبه يا عيش عمس غيبه انت حالك شتيني ذبحتيني يا ولا حلوه نرجع مثل ما كنا رزق بتعمل زي جبنه الشيدر نرجع عنا بتحطها بالفرن فكرك وانت ناسي روح النور من عيني بتتاه يا حبيبي وتعذب انا فيها فكرك وانت ناسي يا رسول الله ماضي
انا باك يو خي حلو ما هيك ايه كان لازم نعمين يلا قعدت براشينج فيكتور ما هيك بليز ليز ايه ليز ايه ام براشينج ليجي ايه خفيف ونو بوزو هذا لا انا مو بيلبق لي اللجنة ونو بوزو هذا مين اللي براشينج براشينج على الفير ها على الفير لا حرام لا ما بدي فير عملي 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 حمام زيت عملي براشينج ليس براشينج ايه. خفيف انا عايزه ليس انا عندي بغبغان هو معلش حنان معلش بضل فيه معلش؟ ايه ايه ما بيروح دغري من الشعر بيقيا ما بيروح حمام الزيت بس بغزي بغزي كثير انا كان شعري كله مدخن اكثر هنا يعني شعريك شلت ايه هون؟ شويه غنانين ايه؟ والقصه كمان شويه غنانين شعري طويل والله العظيم والله كثير قوية هالغنية كثير حلوة هالغنية كثير قوية الله يا ما بدك ما بدك وصل اوف هو في حد ما بيحبش ام كلثوم يا عادل مختلف كتير لا هو حافظ لها الاغاني القديمه بتاعتها في كتير انه ما بيحبوها هلا كل واحد بيفهم الموسيقى ما في ما يحبها لا هو يعني وكمان من بيئته فاهمه مش من بيئته يعني عبد الوهاب ميرسي ما بدك تقصي يا حنان يلا بس مش اكثر ايه حلو كده قوي وزين
يلا ايه يا فيكتور؟ نعيما هايدي بحب القصر ده المربع ده